عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم صراحة راحة. اليوم رانا متواجدين في وهران، حبينا نعرفوا اسكو الشاب الجزائري ولا الشاب الوهراني عنده الجرأة ويقدر يعيط لشخص عزيز عليه ويقول له باللي هو يبغيه في نهار اليوم. تابعوا معنا. السلام عليكم. السلام عبد الله، كيراك دايره؟ صافا لاباس؟ والله الحمد لله رحمه ربي فوق. اليوم حبينا نعرفوا اسكو عندك الجرأه تعيط لشخص عزيز عليك وتقول له نحبك. والجرأه كاين واحد نعيط له، عندي واحد مون فخيغ ومون امي، هذا امي دونفونس فري، نعيط له فري تاكل عليه، وعندي غير هو اللي بقى لي فيهم كاع راحوا بقى غير هو. نعيط له نديرو طوالوغ داكور. ايوا بون، شنو نقول له؟ ولا بلي نبغيك ولا صاي؟ ديجا انسان مؤمن باين في الاخر. الو وي وي حبيبي، صافا لاباس؟ الله يحفظك. الحمد لله. بون اليوم جيت نقول لك باللي انت خويا ونبغيك، وبقيت لي غير انت في هذه الدنيا وني تاكل عليك. صحيت خويا العزيز، انا ثاني نبغيك ونموت عليك وبلاصتك في القلب. الله يحفظك. انا بروحي كان فوت في ايميسيون تي في، قالوا لي واحد تبغي وكاع، قالوا لي اسكو عندك الجرأه؟ قلت لهم عندي واحد خويا ونموت عليه وما ننساش ويقف معايا حتى الله. خويا العزيز صحيت خويا العزيز، ثاني خويا ونبغيك وصافي بليزير اللي تفكرت بالنسبه لهذه المسابحه. يا مناسبة حييهم خويا، نعطيكم تحية من عند رحيم. رحيم رحيم بوسفر. رحيم من بوسفر بلاج. تحية من بيتي بيتاو بيتاو. ايوا هادي هي. وبون شنو نقولوا لها ثاني؟ هذا ما نقولوا لها. ايوا بصحتك خويا، شارك في كاميرا كاشي تاعنا. بارك الله فيك. لا لا اوني لا. هيا ميم نقول لك نموت عليك ونبغيك ونحبك ونشتيك. ربي يخليك ليا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي هي الصحة وميمتي. ها؟ تقريتها عندك هذه. هي الصحة وميمتي من بعد ان شاء الله. الصحة ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يخليك ليا. راهي تقرا في قل هو الله احد. هاي الصحة من بعد ان شاء الله. صح صح صح. الله يسترنا الله يسترنا. هو صلاح وخويا واشك مليح. اسمعني ما طفل خويا، عندك شما تهضر؟ يا اسمع حبيت نقول لك حاجه برك، عندي مده وانا حاب نقولها لك. يا نحبك اصحيبي. يا ما انا عندك خويا واش بيك؟ عرفت بلي اكثر من خويا انت. ربي يحفظك اصحابي، هذه هي برك حبيت نستعرفك بهذه اللقطه برك. لا ما انا نشتي قاعد، ربي يحفظك ليا. هي خويا صح، هذوك شبي نعاود لك. صح. الو 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 وا بابا كي راك صافا؟ اقايا لبس بابا عيط لك، باغي نقول لك بلي نبغيك ونموت عليك وربي يخليك لينا ان شاء الله، والله يقدرنا نرجعوا لك الحاجه اللي درتها لنا في حياتنا. وهذه اي المهم نبغي يكون نموت عليك. اي صح بابا، تهلا في روح. السلام عليكم. وعليكم السلام، جيسبر تكون غايه لاباس. لاباس الحمد لله، انت لاباس؟ والله في نعمه الحمد لله يا رب. اليوم حبينا نعرفوا اسكو نتايا عندك الجراه تعيط لشخص تبغيه وتقول له بلي نبغيك. واه كاين واحد انا باغي نتيستي اسكو يبغيني ما يبغينيش، ديجا ديما واقف معايا في الدنيا هذه بصح باغي نزيد نتيستي. اي صحه تفضل. اصبر شكون عيط له؟ نزار. اش يكون هذا يا صاحبك؟ صاحبي الانتيم، تما كنقول له نروحوا لوروب حرقه يروح يقول لي نمشي نورمال. اه نزار. خويا واش راك دير؟ اسمع واش محمد
اسمع عيط لي عقب لي نزار تاشرف ما بغيتكش عيط نزار نزار وراح راح نزار راح عقب لي ايوه راح اخويا صح اشرف اشرف انت سمين داك فيك ضربات زينين قلت اسمع انا شنو نقول له قولوا لي انت تبغي وا اسمع تبغيني قلت لي انا تيم تبغيني جزور نبغيك خويا توقف معايا في اي موقف يا خويا فيها حرقة روحوا كيفاش حرقة حرقة واه ايه تمشي انا ايه تمشي معايا ولا ما تمشي اه ولا انا قلت لك نزار باقي يوقف معايا انتوما ما توقفوش معايا خلاص نوقف معايا بالحرقة ما نحرقش اخويا الخير ونتحرك هيا صحة باي صحة هيا صحة السلام عليكم السلام عليكم كيراك غير؟ لاباس الحمد لله الحمد لله اليوم حبينا نعرفوا اسكو انت عندك الجرأة تعيط لشخص تبغيه وتقولوا نبغيك عندي بزاف صحابي على بالهم بلي انا نبغيهم ويبغوني صح عيط لي تبغيه فيهم كاع وي عيطوا له كاش مشكل صح الو السلام عليكم وهبي تسمع فيو بيان سي فخا كيف داير عندي خويا صافا خويا لاباس والله لا لاباس الحمد لله كتسمع تحكي خويا ما نمسق والو منك خويا عيط لك باش نقول لك باللي لا لا خويا ما نمسق حتى حاجه دروك غير بغيت نقول لك باللي توحشتك بزاف مالغريك عندي غير البارح كنت معاك الله يسلمك خويا خويا تعرفت واحد البشاتك خويا كيراك خويا غير والله لا غايه الحمد لله الحمد لله اليوم حبينا نعرفوا اسكو عندك الجراه تعيط للشخص تبغيه وتقول له نبغيك واه نعيط ل واش يقول لك نعيط لما أول معيطة تسمعوا توما جد هذا شدي شنقولها شنقولها بلي نقولها بلي ما نبغيك شوفها ايش تقولي الو واه الو واه اما شكاين مليحه مالي كيف مالي صح اموت وحشتك تقول لك بها حركه واه منور واه شاي مالي توحشتك لا باين نقول لك واه توحشتيني انت ولا لا قولي واه ولا لا قولي تشو قولي توحشتيني اما توحشت ولدي تبغيني اما بغيت ولدي هيا صاي سنزيد نقولها الله يحفظك اما المكان والو تقول لك شكاين المكان والو صاي هذا مكان صاي ها لا لا مانيش مريض شقالوا لي هاودي هاودي ما نسرع نهضروا في ذاك الصوالح انا نهضروا تبغيني ولا تبغينيش هذاك صوالح خاطي السلام عليكم وعليكم السلام كيراك غايه؟ لا باس الحمد لله بون خويا حبينا نعرفوا اليوم اسكو عندك الجرأة تعيط لشخص عزيز عليك وتقول له باللي انت تحبه واه نجم دروك ديما باغي تعيط اولا هذا عمي تاعي اوكي الو السلام عليكم سلام
كي راكي غايب؟ لاباس؟ الو فريال، ابي نقول لك ود حاجه صح؟ نحبك. توحشينيش؟ زعما؟ المهم انا نحبك وصاي، ايام بعد. صح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. غاية لاباس الحمد لله. اليوم حبينا نعرفوا اسكو نتايا عندك الجرأة تعيط لشخص عزيز عليك وتقول له بلي تبغيه، فينها اليوم؟ باينة هادي. نعيط لما نعيط، نعيط لأيمن. اصبر شو زبشي آنيلي. زبشي آنيلي ما نبغيش، ما نكذبش على الناس أنايا. بون. 05 61 34 أود 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 وي خويا السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كي راك داير صديقي؟ الحمد لله. عيط لك باش نقول لك نحبك ونموت عليك. على بالك بلي نحبك ونموت عليك. صح وانت تحبني مش تحبنيش؟ باينه. صحيت يا حبيبي الله يحفظك. هضر بالعربيه ما تهضرش بالسكينيه ما يفهموناش. عندك صاحبك واحد ياسر غادر اونيلا وانا معاك ظالم ولا مظلوم؟ صاي خويا نجم نهضر له نجم نقول له دروك بون راك شاركت معنا درك داروا لنا تحدي قال لك تعيط لواحد صاحبك تقول له نبغيك راك شاركت معنا وميرسي بوكو حبيبي ونموت عليك انا ثاني 1 2 3 في بالاجيل اذا مشاهدينا الكرام كنا لحقنا لنهايه هذا العدد انتظرونا في اعداد اخرى ان شاء الله ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا سلام. Thank you.